تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاجتماع مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث في بروكسل اليوم لمناقشة أجندة رئاسة ألمانيا للاتحاد والتي تسيطر عليها خطط تحقيق التعافي الاقتصادي في أعقاب جائحة فيروس كورونا. تلتقي ميركل في أول رحلة خارجية لها منذ بداية الجائحة في مارس الماضي مع ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأوسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية. وتولت ألمانيا رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ بداية الشهر الحالي ولمدة 6 أشهر حيث ستسلم الرئاسة إلى البرتغال بعد انتهاء فترتها. ويعتبر موضوع إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو بحسب اقتراح المفوضية الأوروبية أكبر الموضوعات التي تواجه الرئاسة الألمانية في ظل انقسام دول الاتحاد حول تفاصيل هذا الصندوق. يأتي اجتماع ميركل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي قبل نحو أسبوع من القمة المقررة لقادة دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة في محاولة جديدة للتوافق على خطة التعافي الاقتصادي. وعقد القادة قمة مماثلة أواخر يونيو الماضي ولكنها لم تسفر عن أي اتفاق ملموس. هاتفيا معنا الأستاذ زكريا عثمان خبير العلاقات الدولية بالأهرام. أهلا بك أستاذ زكريا. أهلا بك. إذن بعد أن تولت ألمانيا رئاسة هذا الصندوق الذي نتحدث عنه والذي هو بقيمة 750 مليار يورو، هل تعتقد أن ألمانيا ستنجح في تمرير هذا المشروع، خاصة وأنه نعلم أن هناك دول في شمال أوروبا لا تريد لهذه الخطة أن تمرر؟ يعني في الواقع ده نقول ألمانيا وبعد نجاحها بالفعل في الجمع بين رئاسة مجلسي الأمن التابع للأمم المتحدة من ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، الآن بدأت جهودها الحثيثة لتسوية بعض النقاط بالغة الأهمية فيما يتعلق بترأس مجلس الاتحاد الأوروبي ولا سيما ما يعرف بخطة التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا التاجي أو كوفيد 19. وبالتالي تأتي هذه الخطة على رأس الأولويات التي تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى كسب موافقة الدول الأعضاء 27 للاتحاد الأوروبي عليها خلال اجتماع اليوم وقبل أسبوع واحد من القمة الأوروبية المرتقبة أو المزمع انعقادها. طبعا كان هناك قمة ممثلة عقدت في أواخر يونيو الماضي ولكنها لم تسفر عن أي اتفاق ملموس، إذن المشاكل والخلافات ما زالت موجودة. نعم بالفعل، دعنا نقول حقيقة هناك انقسامات أوروبية أو انقسامات بينية بين دول الاتحاد الأوروبي 27 بعد خروج المملكة المتحدة تحول دون الموافقة على هذه على خطة تعافي بقيمة 750 مليار يورو أو 3/4 تريليون. لكن دعنا نقول في الواقع سبب الخلاف يرجع إلى نقطة بلغة الأهمية تكمن في أن هناك دول بعينها لا تريد إطلاقا الموافقة على هكذا خطة. صحيح، لأن دول شمال أوروبا. نعم دول شمال أوروبا لأنها ترى أن فيها نوع من الإجحاف لها وأن هذه الأموال يدفعها أو يقوم بدفع الضرائب بها بدفعها إلى دول من وجهة نظر هذه الحكومات. السؤال الآن، هل تستطيع ألمانيا من خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي أن تقنع دول شمال أوروبا بتبني هذه الخطة؟ في الواقع هذا يعني هذا هو الدور الصعب المنوط بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القيام به اليوم، هي في مأزق لا تحسد عليه لأنها بالفعل لابد أن تخرج بموافقة تحظى بالإجماع وليس بالأغلبية من كافة الدول الأوروبية الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للموافقة على هذه النقطة وعلى هذه الخطة، وبالتالي فأمامها أعتقد محادثات ثنائية ماراثونية مع كل دولة على حدة حتى يمكنها بالفعل الحصول على هكذا موافقة. لكن دعنا نقول أن الأمر يتسم على درجة الصعوبة، بل دعنا نقول للاستحالة، خاصة وأن هناك دول بالفعل لابد أن ترجع إلى برلمانات دولها، والأمر ليس مقتصرا فقط على البرلمان الأوروبي للتصويت على هكذا خطة، وبالتالي هناك بالفعل مخاض عسير ينتظر المستشارة الألمانية لتخطي هذه العقبة. نعم. والوصول إلى اتفاق أوروبي بشأن هذه الخطوة. شكرا جزيلا لك الأستاذ زكريا عثمان خبير العلاقات الدولية بالأهرام.